شوفوا الاوتفيت ديال سيريا اليوم، كنت اوريكم ماكله. يلا واخا شوفوا اللبسه واخا بسطا ني دايره الروينه. خدات هذا ما عرف شنو كاع شنو سميت باباهم، وخدات هذا المنعش قالت لك تشرب فيه. برافو سيريا. وريت هذا، خدينا واحد ثلاثه لي ساندويتش لينا والماما باش نحيدو بهم الجوع، بعدا تمشي نصايب لهم العشاء. انا نايف في كارفور كالتيري. شنو قلت لك البارح؟ عجبك الحال؟ قلت لي سيدي مولاي الحاج ويدير فيا. كي درتي لا؟ درتي فيا؟ عجبوه الحال. جينا الكارفور قالت لك سيليا كارتور كارتور، ما عندنا ما تقطعوا من كارفور، وقالت لك نوضوا نمشيو كارتور. كارتور كارتور. ايوا جينا الكارتور. من هنا ندوزو على اسواق السلام، تلعب شويه فواحد اللعيبه تمشي فحالنا صافي. يلا نمشيو، خاصني كلينيكس ولا دنت، انا خديتهم صافي. ضروري نتبع خير. دخلنا للدار، درت واحد شويه ديال الصرغينه الفاسيه المسقيه، الصرغينه الملكيه اختي. بخرتك بالصرغينه يمشي يقلب عليك في كل مدينه، جبرتك بالخلخال ديما يجيك في الحال. بخرتك بالزعتر يجي عندك في الليل وكيعطر. بخرتك بالتومة يقلب عليك في كل حومة. بخرتك بالبطة يجي يجري ما يبطى. ويلي ما عندي عقل أسيدي ربي. درت هاد السرغينة هادي زوينة، سرغينة ملكية أختي. حمقوا لينا البخور. صبروا صبروا، معرفتش مالو وليت سقعانة. دابا ايه دابا لا ديكو بانت تمام. شنو هي الترسات؟ ويلي 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 هرساتها. شوف شوف عرفتي هذا اش نقول لكم؟ هذا كان حمق على الاشاره ديالو، كيقول اهلا اهلا بالعيد مرحبا مرحبا بالعيد. كان حمق عليه. المهم احبابي دعيوا لي مع بنتي. يلا دابا ديها للطبيب ونشوف شنو كاين. فقنا الصباح كاي ناس. صافي قالت لي بغيت ندير شي تشيت، بغيت ندوش. دخلت عاد دوشت ليها انا وباباها، خرجتها صافي هو تيبدل لها حوايجها حيت فقتنا مع الطليل، وانا كنرد في الغدا حتى كنسمع رشا رشا جري. مشيت كنجري عندو قلت له شنو كاين؟ قال لي راه سيليا راه كنلبسها حتى جا اليد اليمنيه اليسريه اليسريه، ما عرفتش واش كانت شاده من يديها بحال هكا غيلبسها. وقالت لي لا، واش طاحت عليها واش حيت كتهرب ليه وكيلبسها وهي كتهرب ليه، كيبقاو يضحكوا. صافي ما بقاش ديك اليد ما قاد لا طلع لا تهبط لا تحركها كاع، ما كتحركهاش غير حاطاها هكا يا ما كتحركها ما والو. فين ما كنقيسوها فيها كتغوت لدرجه اننا ما لبسناهاش كاع. هي دابا جالسه هنا اللور شاده غير التليفون كترسم باليديده الاخرى. عيطنا للطبيب، عيطنا للبروفيسور الثاني الله يكثر خيره الصراحه، الله يجازيه بالخير. دائما مسكين في هذه المواقف الصعبه كنعيطوا ليه، ما كيرضاش وجهنا مسكين. راه واخا دابا جوير فيري راه عيطنا ليه، قالنا صافي من هنا لساعه الله راه نتلاقاو في الكابيني ديالو في حي الرياض، وغادي نمشيو عنده نشوفوا شنو كاين. هو قالنا يعني 100% غيكون العظم ديال المرفق، داكشي علاش غيكون يعني العظم خرج من بلاصتو ولا شي حاجه. داكشي علاش ما كتحركش يديها، حيت ديجا واحد بنت صاحبتي كان وقع لها بحال هكاك اللي كانت كتصور مع سيليا بزاف تسنيم، وديناها ليه ولقينا عندها نفس المشكل اللي هضرنا عليه. دابا ديناها اللي عنده، عافاكم دعيو معاها انها ما تكونش شي حاجه كغاف. واخا نتوما تشوفوا لا فيديو هادي حتى العشيه ولا حتى الغدا ليه. شنو نقول لكم؟ لهلي ضر شي واحد في وليداته الصراحه الله، لان في ذاك الوقت اللي عيط ليا عادل انا كيحسب لي كتوان نتوما ما كتعرفوا ديروا حتى شي حاجه بلا بيا، كيحسب لي غيقول لي اجي ما بغاش تلبس لي حيت كنسمعهم كيضحكوا هي كتهرب لي هو تيلبس فيها حاجه، كتمشي تهرب لي عاد كترجع ثاني عنده باش كيعاود يلبس حاجه اخرى. منين جيت هو يقول لي حياتي حياتي، قلت له مال؟ قال لي يديها يديها. قلت له مالها؟ قال لي ما بغاتش تحركها وكضرها ما كتقدرش تحركها كاع. ايوا المهم حنا دابا غادي نشوفوا شنو كاين، يا ربي ما تكونش حاجه كغلقنا غير هنا في البنكه.
عاد باش نتحركوا حيت ما كتعرف شنو كتجيب الوقت. وانتم السلام عليكم، صباح الخير. المهم ما غتفهموا والو في الفيديو هذا، غادي تشوفوا دابا نحط لكم هذه اللقطه اللي وقعت البارح. شنو نقول لكم، البارح من اصعب الايام اللي دازوا علينا انا وعادي الصراحه. والو، فقنا كاي ناس عادي جدا. دوشت سيليا كي لبسها بابا حوايج شويه تعيط، مشيت كنجري لقيتها يديها ما كتحركاش. راه هادشي كله غنخلي لكم اللقطه فاش كنا غاديين عند الطبيب. تخلعنا بزاف، ولكن الحمد لله رجع ليها العظم لبلاصتو. واحد العظم كيخرج للدراري الصغار في المرفق، نفس المشكل نيت اللي كان وقع للتسنيم. صافي، ردوا لها الطبيب وجيناهم. دابا راه فقط كتلعب، غادي نمشي نمشط ليها ونبدل ليها ونوجد لها الفطير. وانتم معايا، انا واحد الوقت وليت تنقول لها حتى انت السبب، انت غتكون جريتي عمليتيها، انت درتي لها. ومسكين هو ما حيلته، كيشوف بنته كتهدم ما حيلته. انا درت فيه شويه وانا نقول له بلا مش طراجيم. قال لي لا، راه كنت كنلبسها غير السايويل اللي وصلت اليد ما بغاتش تهزها بحال هكا، كانت كتهرب ليا. واش تلوات لي عيديها وطاحت عليها الله اعلم. صافي، ملي شو بحال هكاك وليت كنواسي فيه هو باش يتمشى بشويه سوق بشويه في الطريق، وليت نواسي فيها هي. ما عرفتش راسي شنو غندير، وانا مسكينه لي الله. اش غنقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي خرجنا بالعقل وحق الله، هزيتها هكاك ما لابساش، والبرد وانا كنجري كنت لابسه غير داكشي اللي كنت لابسه في الدار. اش غنقول لكم، لا اله الا الله. صافي زعما دازت هاد الوقيته صعيبه، ولكن الحمد لله انها دازت بخير وعلى خير. اهم شيء ما تكونش غير شي هرسه الله يستر ولا شي حاجه. الله يحفظهم الوليدات مساكن. ولكن بصح فريمون عمري ما شفت عادل. صافي شنو نقول لكم، عادل البكا البكا كيقول لي ما يمكنش بنتي، انا ما شديتها من يديها، ما ماشي طاحت شي طيحه خايبه، ماشي كتلعب وطاحت، ماشي تعلقات بيديها في شي حاجه. يعني كان كيلبسها عادي، كان كيلبسها هكا في السريويل. واحد شويه فاش وصل لبسها ديباردور، وصل باش يلبسها هكا تيشورطه، وصل باش يلبسها بودي بالكمام حيت كان شويه البرد البارح. كتقول له ديدي، واش ملي نطرات منه كان كيلبسها السروال، دارت ليها يديها هكا وتكات عليها، ما عرفنا شنو وقع بالضبط. تقول لي ديدي وكتغوت ديك اليد ما كتحركاش ما كتهزاش هكا. صافي اون فوا عيطنا على الطبيب، قال لنا غيجيبوها، راه نفس المشكل اللي كيوقع للدراري صغار كاملين. صدقنا مشينا الله يجازيه بالخير في البلاصه كيرد كيدير لها الراديو من هكا ومن هكا باش كيعرف المشكل بلي هو هذاك. صافي كيف ما قلت لكم كيدير لها الراديو، صافي كيجر ديك اللي داك كيطرطقها وكيرجع لهادو من بلاصتو وكتولي مزيانه. واخا راه البكا مسكينه عرفتو، راه ما قدرتش نشوف فيها بحال هكاك، لدرجه انها رجعتني اللور فاش كنت تسنيم فاش وقع لي هكاك. انا اللي كنت شادها، والمشكله البارح بحال جددني الخلعه ديالهم بجوج، يعني عاودت نفس المشكل. وكنتفكر تسنيم وكنشوف سيليات هي قدامي نفس المشكل. فريمون اش غنقول لكم، العين حق، حيت وصلتني واحد الهضره على بنتي، ميم با واحد ساعه د المكانه ولا ساعتين وقع لها المشكل. اون فوا الناس شافوا لا فيديو ديال نهار العيد، وحطيت واحد لي ستوري ووصلتني واحد الهضره، ميم با ساعه د المكانه وقع لها المشكل. لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان ما كيذكرش الله، ما كيصليش على النبي، ما كيقولش تبارك الله، اش غنقول لكم، ما كيقولوا ما شاء الله، ما كيقولوا حتى شي كلمه زوينه. كيشوفوا في دوك الوليدات واحد الشوفه اللي هي ما عرفتش. والله الله يهدي ما خلق، عافاكم منين تبقاو تشوفوا الوليدات الصغيورين، ولو داك الوليد يكون موسخ، ولو يكون مشعكك، ولا البنيته تكون مشعكه، ولا تكون موسخه، ولا كيف ما بغات تكون، خايبه ولا زوينه، ولا كيف ما بغات تكون، هادوك راه غير صبيان. قولوا ما شاء الله وذكروا الله، قولوا تبارك الرحمن، اذكروا الله، الله يهديكم. راه العين حق، العين حق، راه واخا ما تكونش انت ناوي تضر هذاك الملك، راه كضر ملي كتشوف فيه بشي عين ناقصه، ولا ملي كتهضر فيه بشي طريقه ناقصه. شنو نقول لكم، العذاب وحق الله العظيم. كتشوف كبتك بحال هكا كتعذب كتبكي حدايا، وانا شاده
ما عرفت واش نصبرها، واش نصبر راسي، واش نصبر باها. با صايق بالعقل، حق الله العظيم عادل كان صايق بينا بالعقل، كنقولو عافاك عادل غير بشويه، راه الدكتور قال لنا ساعه على روب ماشي مشكل غير بشويه. كنقولو اهم حاجه ان الطبيب كاين، اهم حاجه ان الطبيب بعدا قريب غينا في الرباط ولا هادي. انا كان كيحسب ليا كان اصلا حيت جو الفيري البارح كيحسب ليا كان اصلا ما خدامش، غير بشويه عليك عادل تيقول لي ما يمكن. شو بنتي راه باقا تبكي، باقا ما كتحركش يديها وما بغاتنيش نجلس حداها. صافي كان كتقول لي يديده، كنعطيها يدي كتشدها بالبيت الاخر كتقول لي مامو، هي كتقول لنا ديدي بابا. دخلت عند الطبيب اللي لقات قدامها تقول لي ديدي بابا. صافي بقات في المغاره ملي كان كيلبس باباها اللي وقع لها داك الشيء كتقول ديدي بابا، اللي لقاتو اللي لقاتو كتقول لي ديدي بابا. شنو نقول لكم، واحد العذاب، هي كتغوت وانا كنبكي معاها. والحمد لله ديك الساعه مازال ملي رجعت لها ليديده لعبات نشطات ضحكات. السيده اللي تما عند الطبيب امبريمات ليها واحد الميكياج، بقات كدير لهم كولورياج، ضحكات واحد شويه لعبات الحمد لله. ايوا الحمد لله على كل حال، ودست طريفه الحمد لله. ايوا المهم نمشيو دابا نوجدوا لها في طيارة تفطر وتاكل وتمشي تصعيره حيت فاقت بكري. دابا راه كنهضر معاكم راه دابا 8 الصباح، وواحد شويه غير غتفرج واحد شويه ولا تلعب واحد شويه غنرضى تنعس، حيت انا ما نعستش الليل كله بقيت رده ليه على البال عندك، حيت كتكون سونسيبل فهمتي. دوك لي ديدا ولا بقات سونسيبل غتبقى هكاك واحد، خصني نبقى رده ليه على البال على الاقل واحد اون سيمين باش ما ترجعش توقع على نفس المشكل. بقيت رده ليه على البال الليل كله، كنمشي ونجي في الكولوار مره نطلع ليها مره نجلس غير في البيت، ونبقى نتصنت في البيبي فون ياك ما تحركات ياك ما هادي. والله العظيم بقيت الليل كله ما نعست ما والو، امشي واحد شويه الناس ها نرجع نعس باش الناس تعن شويه مروينه خليها تنوض لها مروينه عندي في الدار. وعاد مسكين عادي اللي راه فاق وصافي هذا قد حالته مشى للخدمه حيت اليوم حنايا كلشي صايم عندنا شوال انا وعادل وماما. الوغ عندنا غير سيليا هي وكالت رمضان وكالت شوال حتى هو، هي اللي غنمشي نصايب لها الفطير. وانتم معايا صباح الخير. المهم انا فقت دابا كنوجد واحد شويه ديال الحسوه ديال الطراب بحال هكا لسيليا هي باش تفطر ان شاء الله. حنا اليوم الدار كاملين صابحين صايمين شوال ان شاء الله الله يتقبل. وانا كنوجد لها هي حسوه، هي الحسوه ديال سيسي طابت نحط لها فرماجه، هنا المغرفه ديالها قدا صغيره. صافي غنمشي نفطرها، مشيت ليها وبدلت لها حوايجها راكم عارفين لي ديده. شغن نقول لكم البارح الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصافي. اوكي ويش فليفر دو يو وانت؟